وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله دعا إلى الله والعمل بآياته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله، في دروب الموعظة وجه القرآن أنظار العباد إلى الأمم الهالكة في العصور الطوالي لأخذ العبرة من مصيرهم، فالسعيد من بعث بغيره، ولعدم التورط فيما تورطوا فيه من مآثم وعظائم كانت السبب فيما حل بهم، لأن الله سبحانه لم يأخذهم إلا بجريرة أعمالهم. من ذلك قوله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، أي خلت منهم بعد الأعمال وصارت إلى الدمار، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي سبيل الحق، وكانوا مستبصرين، أي كانوا عقلاء أصحاب بصائر، وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات، أي بالآيات التي توجههم إلى الله، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي استكبروا عن الهدى وما كانوا خائفين من عذابنا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.